تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التقوى عمل الإنسان منفردا، يعني إني أريد أن أصلي فأنت تعينني على الصلاة. البر عمل الإنسان اجتماعيا، يعني إني أريد أن أبني مسجدا فأنت تعينني على بناء المسجد. تعاونوا على البر والتقوى، الأعمال الشرعية الاجتماعية تعاونوا فيها والتي تسمى بالبر، والأعمال الشرعية الفردية تعاونوا فيها وهي التي تسمى بالتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم ما يعمله الإنسان من المعصية، يشرب الخمر، يلعب القمار، يكذب، لا يصلي، إثم. أما يريد قتل إنسان هذا يسمى بالعدوان، يعني إذا أراد إنسان أن يشرب الخمر لا تعطيه الخمر ليشربها، فإنه تعاون على الإثم. وإذا أراد إنسان أن يقتل إنسانا، أن يظلم مجتمعا، أن يسلب مال إنسان لا تعينه، فإنه إعانة على العدوان. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الواقع أن التعاون على البر والتقوى وهو الطرف الإيجابي من الموضوع، يجب أن نفهم أنه عمل من أصعب ما يكون في زماننا. من البسيط أن تبني مسجدا في بلد فيه بناء المسجد حر، وكذلك من البسيط أن تؤلف كتابا وأن تطبع ذلك الكتاب في بلد يكون فيه طبع الكتاب حرا ومجازا. أما في غالب البلاد الإسلامية والبلاد الكافرة، الخناق ضيق إلى أبعد الحدود حتى لبناء مسجد أو طبع كتاب، فيجب أن نتزود بالسلاح. السلاح قسم منها القوة، سلاح هذا السلاح مشهور، البندقية والمسدس وما أشبه، هذا قسم من السلاح نحن لا نملكها، ومن الخطأ أن لا نملكها، لكن بالفعل نحن لا نملكها. قسم من السلاح المال، هذا أيضا سلاح، وسلاح عجيب أيضا نحن لا نملكه، وإن كان من الخطأ أننا لا نملكه. قسم من السلاح العلم، ونحن لا نملكه أيضا، وإن كان من الخطأ الكبير أنه نحن لا نملكه. العلم ليس بأيدينا، السلاح ليست بأيدينا، وكذلك المال ليس بأيدينا. ومن الجملة الحكومة سلاح، لأن الحكومة يخشى منها، وأيضا ذلك ليس بأيدينا، هذا الشيء أو الحكومة ليست بأيدينا. يبقى بأيدينا سلاح بسيط كبير في نفس الوقت، إذا تمكنا من الاستفادة من هذا السلاح، وهو سلاح العقل.
هذا أكثر سلاح وأسهل سلاح. إن عرفنا قدر هذا السلاح، أنت الذي لا تملك الحكومة ولا تملك المال ولا تملك القوى الأخرى، أنت تملك هذا السلاح والذي يسمى بسلاح العقل. هذا أكبر سلاح، أكبر من سلاح السياسة، أكبر من سلاح المال، أكبر من سلاح الحكومة، أكبر من سلاح السيف، أكبر من كل هذه الأسلحة. لكن أعرف كيف تتصرف بهذا السلاح. الأنبياء نجحوا بهذا السلاح، كل الأنبياء باستثناء سليمان، داوود كم نبي، وطالوت إن كان نبيا، وإسكندر إن قيل إنه نبي، كل الأنبياء جاءوا المجتمع بهذا السلاح. وهذا في الحقيقة هو الشيء الذي جاء به الأنبياء وجاء به المفسدون وجاء به المصلحون. هل كان يملك ماركس سلاحا؟ ماركس رجل كان في ألمانيا وشرد من ألمانيا إلى بريطانيا، وفي بريطانيا مات شبه جوع. إني لا أريد أن أقول ما كان يملكه ماركس كان عقلا، لا، على قول الإمام عليه الصلاة والسلام كان نكراء مو عقل، لكن مقصودنا من العقل هنا تفهم الحياة وتفهم كيفية استغلال الحياة. وهذا الرجل الآخر وهو غاندي المشهور، هل هذا كان يملك سلاحا؟ كان كل سلاحه التعقل فقط، كل سلاحه التعقل فقط، لا أكثر ولا أقل. لم يكن يملك مالا، ولم يكن يملك سلاحا، ولم يكن يملك حكومة، ولم يكن يملك سياسة. في يوم أن كل هذه الأمور كانت بأيدي من؟ بأيدي البريطانيين الذين كانوا هم المسيطرون على الحياة من غير منازع، لكن بسلاح العقل تقدم. نفس هذا الرجل الآخر وهو ماوتيسيتون، هذا لما أخذ بزمام الحكم 800 مليون. الحقيقة الإنسان يجب أن لا ينظر إلى هذه الأمور بنظرة سطحية أو نظرة تقشفية أو نظرة تبرمية، لا يفكر. فسر في ديارهم، الإمام أمير المؤمنين يقول لولده الحسن: فسر في ديارهم منظر إلى آثارهم. هذا الرجل كان له مكتبة صغيرة، لا يتمكن أن يجلس في هذه المكتبة إلا إنسان واحد فقط من الصغر، وإذا جاءه صديق كان يخلي كرسي خارج المكتبة حتى واحد في المكتبة يقعد واحد خارج المكتبة، يعني بمقدار باب مكتبته. ولما عرف العالم بأن هذا الرجل قاد هذه الحركة الهائلة في بلاد هم متعمقون في الإسلام، لأن الصينيين كانوا مسلمين، قسم منهم 100 مليون منهم مسلم، مسلمين أشداء إلى أبعد الحدود في الشدة كما هو طبيعة الصين، وبوذيون بعد أسوأ شدة وصلابة. لما عرف العالم بأنه قاد هذه الحركة أصلا بوهروا، هذا لا يملك حتى دكان، إلا دكانا صغيرا صحفيا يبيع الصحف وما أشبه، كان أي سلاح يملك. نحن ما عندنا مال، صح ما عندنا، ما عندنا قوة، صح ما عندنا حكومة، صح ما عندنا سياسة، صح أما عندنا عقل ولا. وقسم من الناس إذا قيل لهم الأنبياء قالوا أن الأنبياء خارجون عن نطاقنا نحن ومؤيدون بالروح القدس، صحيح. لكن هل كان ماوتيسيتون أيضا مؤيدا بالروح القدس؟ وهل كان غاندي أيضا مؤيدا بالروح القدس؟ وهل كان ماركس وإنجلز أيضا مؤيدين بالروح القدس؟ وإنما أناس أعملوا عقلهم الديني في المتدينين كالأنبياء، أو عقلهم الاجتماعي فهؤلاء الذين مثلنا به. نحن نملك سلاح العقل، وبسلاح العقل الإنسان يسيطر على العالم. أي نوع من السيطرة؟ سيطرة علمية؟ أبو علي سينا كان يملك سلاحا؟
ناصر الدين الطوسي كان يملك سلاحا 15 سنة. ناصر الدين الطوسي مسجون 15 سنة. ونهرو يقول في كتاب له، يقول إني حبست في سجن ارتفاع حائطه 50 متر، وأنا أظن في كهف كانوا ساجنين 50 متر ارتفاع حائطه كان. ويقول إن المسافة ما كانت تسمح في داخل هذا السجن بأني ألعب الرياضة لضيق السجن، فكنت يومي 6 ساعات أو ساعتين والترديد مني أني كنت أعمل رياضة العقرب حتى الدم من فوق يأتي إلى تحت ومن تحت يأتي إلى فوق، أخلي يدي على القاع ورجلي أرفعهما من خلفي لأن سجن هذا الصغر. ويقول إنه إني كنت أرى النجوم بالليل كما يرى الناجم الإنسان الذي في داخل البئر. ويقول إن درجة الحرارة في سجني 56 درجة مئوية. ويقول ربع عمري إني كنت مسجون. لاحظوا كتابه. ونهرو مو مرمي بالكذب في هذه الأمور، مع ذلك أخذ الزمام، مو أخذ الزمام، وإنما أنا أذكر في أيام حياة نهرو كانت العالم تقول إن هذا الرجل إذا ذهب اختل توازن العالم. رجعوا أحوالهم، كانوا يقولون إذا هذا الرجل ذهب اختل توازن العالم، لأنه هو الذي تمكن أن يتوازن بين الاتحاد السوفيتي والصين والكتلة الغربية. هذا الرجل له هكذا كامل العقل، العقل الاجتماعي أقصد، ما أقصد عقل يعني عقل ما عبد الله الرحمن وفي سنة الجنان. نحن نملك وهؤلاء أمام مثال واضح، وإنما هم تمكنوا أن يعملوا عقولهم وأفكارهم وتخطيطاتهم. نحن اقتنعنا بمطالعة كتاب أو مطالعة جريدة أو مجلة أو غشمرة أو قعدة أو سفر أو حضر أو حل أشياء العادية. وإذا قيل لنا لماذا لا تعملون، كلنا لم نتعلم فلوس بيد التجار هم لا يبذلون. شفت أنا في أحوال غاندي في كتابه تجاربي مع الحقيقة، يقول كنت إني أجمع أنا لحركتنا، أنا على 4 فلوس، واحدة من الروبية، يقول أنا وهو كم جمع من أنا تدرون؟ في كتابه أيضا يقول إن الحكومة البريطانية ذات مرة صادرت أموال الجمعية التي كنت جمعتها، وكانت الأموال 100 مليون روبية. أنا 100 مليون جمع. رجل شوفوا أحوالهم، نحن نملك في الحقيقة، وهؤلاء إذا الكفار أمامنا، إذا الأنبياء أمامنا، إذا العاديين الذين لا نعلم أنهم من أي صنف أيضا أمامنا. لكن يجب علينا أن نعرف كيف نملك. من مشاكلنا نحن المسلمين حكومات وشعوب ورجال دين وكل صنف أن نعمل فردياً، لأني أنا فردياً بالمئة ومشي رأيي. أما إذا صرنا 2 يعني 50% صار رأيي، إذا صرنا 10 يعني 10% صار رأيي، إذا صرنا 100 يعني 1% صار رأيي. مو مستعدين، ثم مو مستعدين أن نأخذ من الناس ولو بمقدار 1%. مو لازم أن يوافقك زيد 100%. قلت لأحد الأصدقاء لماذا لا تذهب إلى فلان ديوانية؟ قال هذه العمكور، قلت له شخص له دينه ولك دينه، اذهب إليه في غير وقت العمكور حتى تنصح. الرسول كان مقتنع من الناس ب1%. حسان بن ثابت ما حارب أبدا وكان من الجبناء، لكن الرسول اقتنع بشعره. ومغيرة بن شعبة كان زانيا حتى بعد رسول الله، وخالد بن الوليد كان منحرفا حتى في زمن رسول الله. وقصة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وردت في خالد على بعض التفاسير، ورفع الرسول يده إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. مع ذلك الرسول اقتنع منه، لأن الرسول إذا طرد عمرو بن العاص وأبا سفيان وخالد وهند وحبش ووحشي وزيد وعبيد
الرسول مع من كان يشتغل؟ هل مع الملائكة؟ أو أن كل الناس كانوا علي بن أبي طالب وأبا ذر بن طالب؟ الرسول كان يقتنع من هذا بواحد، من الثاني بواحد، من الثالث بأربعة من في المئة، من الخامس بعشرين في المئة. واحدة من الرسول كان عنده 100%، واحدة عنده 90%، واحدة عنده 80%، واحدة عنده 70%، واحدة عنده 60%. الرسول كان يشتغل، وكل العاملين في الدنيا هكذا يشتغلوا. ولا أنت تريد أناس على ذوقك وعلى رأيك 100% هذا إن شاء الله في الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين. نحن بحاجة إلى التعقل، نحن بحاجة إلى التفكر. الرسول أول ما جاء إلى الحكم، يعني إلى واعطيناه الحكم، لأن هذا حكم من الله أن يقول أنت رسول اذهب، هل كان يملك شيئا؟ كان يملك علي بن أبي طالب. ثم ملك امرأة هي خديجة، ثم بعد مدة ملك نفرين آخرين أبا طالب وجعفر. كل ما يملك الرسول هذا. بعد ذلك ملك واحدة، وفي ظرفية 13 سنة المؤرخون كتبوا أن المسلمين أجمعين أكثعين أبصعين كانوا 150 بين رجل وامرأة وطفل ومطارد كجعفر وميت كذاك الإنسان المعذب ياسر، والذين مع الرسول كهؤلاء الذين كانوا معه كلهم كانوا 150. رجعوا الطريق كل ما يملك الرسول في 13 سنة. وبالحقيقة إذا بهذه الروح، بروح الأنبياء، لماذا الله يمثل في القرآن نوح وموسى وعيسى؟ أنا رأيت في قصة الصالح أظن في تفسير البرهان، وإني أوصي إخواني بمطالعة تفسير البرهان، لأن في الحقيقة من أجمل التفاسير، حتى إذا لم تفهموا بعض رواياته من الممكن الاستفسار. تفسير البرهان كتاب الله والأثرة، هذا هو، كان كل الروايات، وما عندي اجتهاد من نفسه مقدار ذرة، بس يأتي بالآية والروايات فقط، والمجتهد أنت. يقول أظن أن صالح دعا إلى الله وعمره 16 سنة حتى صار عمره 116 سنة وما آمن به إلا نفران، 100 سنة فريق. ونوح 950 سنة أقل الروايات آمن به 7 وما آمن معه إلا قليل، وأكثر الروايات 80. أمن لماذا الله يمثل هذه الأمثلة في القرآن؟ أنت ترى الكويت أو كربلاء أو قوم وتريد أن الجماهير يستقبلون، والتجار يضعون فلوسهم تحت يديك، والحكومة تقول السلاح بين يديك، والناس يأتون والمطيعون لأمرك والنهي. لا أبدا، ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة. يحتاج إلى تدرج، يحتاج إلى تفهم، يحتاج إلى تعقل، يحتاج إلى ملائمة، يحتاج إلى أن هذا السلاح كيف نصرفه. سلاح يحتاج إلى تفهم. إن الإنسان يحمل السلاح يصرف السلاح، وإلا فأنت الخاسر وأنا الخاسر ونحن الخاسرون، كما خسرنا في الحقيقة لأننا لم نفهم. لماذا في القرآن الحكيم أكو تفكر وأكو تعقل وأكو تفهم بكثرة؟ لهذا الشيء فقط. تدريجياً أبو كتاب جميل، إني أوصل أصدقاء بمطالعة هذا الكتاب من أوله إلى آخره، مو مرة ومرتين. كلما طالعت هذا الكتاب أكثر زدت معلوما عمليا أكثر. وكتاب مشهور، كتاب كليلة والدم، هذا الكتاب من وضع الهنود القدامى، ثم في زمان نوشيروان نقل إلى إيران في قصة طويلة. ولما نقل الكتاب إلى إيران، كل إيران احتفلوا بهذا الكتاب، وجعلوا يوم دخول هذا الكتاب في إيران يوم عيد لكل إيران، الإمبراطورية الفارسية الوسيعة ذلك اليوم. رجعوا شو تاريخ كليلة ودم. ثم بعد ذلك نقله ابن المقفع إلى اللغة العربية، ويوم ورود هذا الكتاب في بغداد أيضا عيد عام في بغداد، كليلة والدم. كليلة ودمنا الإنسان حيوانات بطبيعة الحال، وكليلة ودمنا ثعلبان، اسمه ثعلبان، كليلة اسمه ثعلب، ودمنا اسمه أخته أيضا ثعلب.
بيدب الفيلسوف الهندي الحكيم وضع هذا الكتاب عن لسان الحيوانات، لكن الكتاب عملي إلى أبعد الحدود في الحقيقة، وترجم إلى أكثر من 500 لغة أظن في العالم. الكتاب ثمين جدا وجدا. أنا شخصيا طلعته مرتين من أوله إلى آخره، وفي الحقيقة إذا أتاحت الفرصة لي وقلأه مرة ثالثة ورابعة، أنا الإنسان لا يمل من مطالعاته إذا أراد أن يطبق عمليا، وأنا هي قصص لا أكثر ولا أقل. يقول في هذا الكتاب: كان طير صغير يسمى بالطيطو، طير صغير كلش، وهذا الطير باض على شاطئ البحر على الأرض. وذات يوم مر فيل كبير فسحق على بيضه وفرخه، يريد شرب الماء من البحر الفيل، فجاء طيطو وقال له: لماذا كسرت بيضي وسحقت فرخي؟ فقال الفيل: وهل أنت تتمكن أن تتكلم معي؟ وماذا أنت حتى تتكلم مع الفيل؟ قال طيطو: إني جارك وإني طير عام لا أؤذي أحدا ولم يسبق أن أذيتك. قال: إنك أفعل ما تشاء. قال: نعم أفعل ما أشاء. فجاء طيطو وقال مثال، لكن مثال واقعي. فجاء طيطو وقال لقسم من الغراب، قال: إني من فصيلتكم طائر فأعينوني. قالوا: ماذا نعينك؟ قال: ذات مرة من أن قام الفيل من نومه فاقفزوا عليه قفزة واحدة وأخرجوا عينيه. يأتي منكم. قل لي يأتي منكم. وشي بسير؟ لأنه في قفزة واحدة وإخراج عينه تتمكن، لأنه لما يريد يحرك خرطومه احنا صنعنا صنعنا وانتهى كل شيء. فذات يوم محدد طارت هذا غربان أو ما أشبه وأخرج عيني الفيل فصار بقي يوما ويومين وثلاثة أيام وأربعة أيام وعشرة أيام، واشتد به العطش بالفيل ولا يعرف الطريق. جاء إلى الضفادع وقال: إنكم جيراني لأني على شاطئ البحر، فأريد منكم عشرة ضفادع يساعدونني على هذا الطاغ الجبار. ما مساعدتنا؟ قال: إحنا. فجاء بهم إلى مكان منخفض من الأرض قرب الفيل وقال: نقنقوا في هذا المكان لطيف. فجاءوا وأخذوا ينقنقون في هذا المكان المنحدر والذي ليس فيه ماء، فظن الفيل الأعمى أن في هذا المكان ماء، فجاء يريد شرب الماء وإذا به يسقط في الهوى والهواء، وتكسرت رجله ويده وخرطومه. فجاء طيطو على حافة الهاوية وقال: تذكر يا فيل قبل مدة سحقت على بيضي وفرخي ولم تعتني بي، وهل رأيت كيف صنعت بك؟ إني حركت الغربان وإني حركت الضفادع. هذه قصة، وقصة خيالية واقعية، لكنها قصة تعطينا كيف يتمكن الإنسان الصغير من العمل الكبير إذا تعقل. نحن نحتاج إلى سلاح العقل في الحقيقة. إذا استعملنا سلاح العقل نتمكن أن نخرج الغربيين من بلادنا، نتمكن أن نخرج الشرقيين من بلادنا، نتمكن أن نخرج المنحرفين من بلادنا، نتمكن أن نعيد كره الإسلام. الإمام الحجة لا شك إنه يظهر صلوات الله عليه، لكن الإمام الحجة هل يظهر بعد أسبوع؟ محتمل. أو يظهر بعد 20 مليون سنة؟ هذا الإمام الحجة من قال لك في 5000 سنة يظهر أو 2000 سنة يظهر أو 10000 سنة يظهر؟ لعل الإمام الحجة يأتي يوم يقولون: الآن مر على عمر الإمام الحجة 20 مليون سنة. محتمل، لأن الله سبحانه وتعالى كونه ليس ضيقا وعمره ليس ضيقا ولا يعجزه شيء ولا يهمه شيء، حسب المصلحة العليا الله يعمل. المجلسي في البحار راجع البحار يقول: علائم ظهور الإمام الحجة كلها ظهرت إلا الشواذ منه. مجلسي في زمانها اللي ما كانت نساء القاسيات العاريات
ولا 90 على ما في الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإمام الصادق أو غيره. وقبل المجلس كانوا يقولون ظهرت، وفي زماننا قالوا ظهرت، وفي أيام اللي كشف الحجاب في إيران قبل 50 سنة كانوا يقولون ظهرت على أيام الإمام الحجة. مساجد ما كانت، أذان ما كان، نساء كلهم سافرات، رجال الدين كلهم طردوا. حتى في الواحد من أصدقاء الكربلائيين الآن موجود، لا أريد أن أسميه لعله مو راضي، الآن موجود وموجود في كربلاء، قال إني ذهبت من كربلاء إلى خراسان ورجعت وما رأيت في هذا الطريق رواحا ومجيئا إلا معممين اثنين، الكاشاني والبهبهاني فقط في طول طريقه من كربلاء إلى كربلاء. قال فقط رأيت معممين اثنين، لأن العمامة كان جرم الزنا عندنا نحن كجرم القتل، وأذان كان ممنوع. الآن أصدقائنا موجودون الذين كانوا يقولون أنه كان الأذان ممنوعا، وكانوا يقولون على أنه يفسد الأخلاق، أذان يفسد الأخلاق، ممنوع ممنوع. والناس كانوا يظنون ذاك اليوم الإمام الحجة غدا يظهر يا صاحب الزمن بظهور شبابكم، إيمان زداس رافت ما در ركابكم وصياحهم أبدا، وإنما بعد ذلك تغيرت الأوضاع وصار المعممون الآن يقولون في قوم معممين 10,000، يقولون في طهران 18,000 معمم، يقولون في طهران 5,000 مسجد أكو يقام فيها الصلاة، صلاة جماعة يعني. إذا أحد ما عرف هالمرة يقول اللي في كربلاء، في طهران في قصة مناسبة بيني وبينه، يقول في طهران 5,000 إمام جماعة، يعني مو دليل على أنه صار في العراق شيء أو في إيران شيء أو في الخليج شيء أو في مصر شيء أو في جنوب لبنان شيء أو في فلسطين شيء، على أنه إنها كل شيء أبدا أمر طويل، ونحن بإمكاننا أن نعيد كما أن الأدلة دلت على هذا الشيء. راجعوا تاريخ المغول وانظروا ما لا فعل المغول بالبلاد الإسلامية، حتى إن إذا تبرى رأيت تاريخا يقول أن المغول لما وصلوا إلى نيشابور أو سبزوار الترديد منه كانت حاضرة علمية وكان فيها 1,000,000 إنسان، وصلوا إلى نيشابور أو سبزوار، قلت الترديد منه، ولما خرجوا من نيشابور أو سبزوار كان في هذه البلدة فقط 40 إنسان، البقية كلهم قتلى مو شرودة، كلهم قتل، البنايات كلها خربت وكلها أحرقت، بقي في نيشابور أو سبزوار فقط 40 إنسان. ومن المعروف أن دجلة كانت تجري 7 أيام دما في بغداد، وفعلوا ما فعلوا. مع ذلك بعد ذلك رجعت الأمور ورجعت ورجعت وازدهرت، حتى إذا قلت تاريخ هذه الأمور لإنسان تعجب أصلا، هل هذه القضية وقعت في العالم؟ يعني مو دليل على أننا في آخر الزمان، ولا دليل على أن ظهور الإمام المهدي قريب، وإن كنا نسأل الله ليل نهار أن يعجل ظهور الإمام المهدي، ولا دليل على أن الإسلام لا يرجع من جديد، وإنما أكو دليل على أنك وأني لو عملنا سلاح فكرنا نتقدم ونتقدم ونتقدم ونتقدم، وإذا ما عملنا سلاح الفكر وطاقة العقل إحنا نكون ناس عاديين لا أكثر ولا أقل منها. ولعله بعدنا يأتي أناس كما قال الله في القرآن الحكيم، فليكفر بها هؤلاء، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وفي آية أخرى الذي قال رسول الله هذا وقومه، فنحن بحاجة إلى التعاون على البر والتقوى، والتعاون على البر يحتاج إلى إعمال سلاح العقل، وإعمال سلاح العقل يحتاج إلى أن ترضى من الناس 1%، يعني لا يعطيك 99 يعطيك 1، هو منافق أبقه صحيح. الرسول ما أبقى منافقين، الرسول ما كان بإمكانه أن يضرب عنق المنافقين، وعلي ما أبقى المنافقين، والحسن ما أبقى المنافقين، علي شبث ابن ربعي من علماء تلاميذ الإمام أمير المؤمنين، والشمر من قوات جيش الإمام من المؤمنين، أولاك الله.
نقتنع من الناس بالواحد في المئة والاثنين في المئة وأربعة في المئة وخمسين في المئة ونخطط؟ إذا نحتاج إلى التخطيط. تخطيط معناه شنو؟ معناه أنه أي إنسان لأي عمل حسن ابغيه لهذا العمل، صح؟ هذا تاجر لا يعطيك فلسة، صحيح، لكن ابغيه لله كيوم يدافع عنك. هذا موظف منحرف، أبغيه في ذات يوم لا يرد كتابك، صح؟ هذا إنسان شرقي أو غربي، لكن أبغيه لذات يوم حتى لا يكون ضدك وعونا عليك. يحتاج إلى التخطيط، يحتاج إلى التفكير، يحتاج إلى جمع الكلمة، يحتاج إلى التعقل، بعد التوكل على الله بطبيعة الحال. وإن يتوكل على الله فهو حسبه. هل هذا كذب؟ يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى كذا، يحتاج إلى كذا، ولا تقدم، يحتاج إلى الإقدام أيضا. القسم من الناس لا يقدمون، فالواحد من أصدقائنا ما موجود هنا ولا ما قلنا له روح إلى فلان منطقة، قال أنا أروح إلى فلان منطقة، شلون ليش تبغى تروح إلى فلان منطقة؟ فالقصة عن كل لكم قصة أخيرة. يقولون في أحوال المرزا الكبير مثل أحمد حسين حفيده كان ينقل هالقصة والله يرحمهما كليهما. يقول فرد يوم وهو ينقل القصة عن أبيه مرزا علي هذا ابن المرزا الكبير، يقول فرد يوم كنا قاعدين في فكان جماعة كانوا من العلماء غير الموجودين، جماعة من أهل شيراز من أحد أرياف شيراز الريف البعيد البعيد أجوا يم المرزا. المرزا سأل منهم شلون صحة عالمكم؟ فلان عالم، فرد عالم سماه، قال توفي. يقول من قال توفي؟ مثل أخ وقام يبكي، ونحن أولاده تعجبنا، ليس مو عارف يبكي على حتى ابنه وفي محضر عام ويبكي. هذول كانوا ما يتأثروا لما سمعوا أن المرزا قام يبكي وكذا وهالشكل تعذب كأنه مات أعز أولاده. يقول راح تقول المرزا على أنه هذا ما كان مناسب في محضر عام وبالعالم مطبق في دين العشيرات وهالشكل تقول آه وتبكي وتمرجع الأعلى. جاء الحقيقة هذا الشيء الذي صنعته له هذا كان له قليل، وهذا من حرقة قلبي كان هذا الشيء متصنف. هذا كان معي يدرس عند الشيخ الأنصار حتى صار مجتهد، مجتهد مسلم، وأهله في شيراز. ذهب إلى شيراز، شاف في شيراز أكو بمقدار الكفاية علماء، قال لماذا إني أبقى في هذا البلد؟ أروح إلى قرية ليس فيها عالم. فاختار هذه القرية وأظنها قرية نيريز، القرية من أطراف شيراز. فراح إلى هذه القرية شاف كل عالم ماضي، أجي للقرية قال لهم أنا عالم جايكم، قالوا من أحتاج عالم؟ قال أبينكم مسائل أحكام دين تقوى، قال من أحتاج؟ راح يستأجر حوش، ما استأجروا له حوش، قرية قرية رجل غريب جاي ما يقبل، استأجر منهم حوش، راح يستأجر منهم غرف، قالوا من استأجر؟ قرية صغيرة هي، إلى الآن قرية صغيرة هي، أظن يريد، ما استأجروا الغرف. فكر راح منا شاف البيت، على هذا البيت دكان خراب. اجي الى صاحب البيت، وذاك اليوم تدرون كل الناس معممين وكل الناس لحى عندهم يعني مو متبين. سمع عمامته فرد شكل حتى صار مثل عمامه القرويه، ولحى يضحكوا كل الناس عندهم له. اجي الى هذا الدكان، قال تعجبني دكانك، ابيع فيها شيء؟ فاستاجر دكان خراب، كان يقعد في هذا الدكان وجلب كم واحد حمض حلو ومن هالاشياء اللي اطفال ياكلوا خلف الدكان. اطفال يجون يريدون يشترون منه حمض حلو، ينصحهم، يرشدهم، يتكلم معهم، يعلمهم، حتى قلب القريه كلهم علماء من هذا الدكان الصغير اللي استاجره. وأنا تأسفت له أنه كم يكون عندنا من هذا القبيل إنسان عن شيراز يذهب وهو محل آبائه وأجداده وداره وعزته، والآن راجع مشرف يلتفون حوله لفكر شرعي أن في شيراز أكو من به الكفاية ومن يتم به الحجة، ويروح إلى قرية يقرضونه فيستأجر دكان مجتهد خريج مدرسة شيخ الأنصار يبيع حمد حلو. هذا ينقله
مرزا حسين، مرزا محمد حسين حفيد المرزا الكبير، ابن مرزا عياغة ابن المرزا الكبير القصر عن والدي. يقول أنا ما يناسبني هذا الشيء، هذا اللي ما ناسبنا بعدين هالشكل. في الحقيقة أنا ما يناسبني هذا المسجد، أنا ما يناسبني هذا البيت، أنا ما يناسبني هذا المكان، أنا ما يناسبني هذا التاريخ. أول تاريخ اللي أنا ألفته أول اللي طلع من المطبعة الأخلاق الإسلامية. أصدقائي شافوني كانوا في الحقيقة تخيبت آمالنا. الآن موجودين تلك الأصدقاء. قلت ليش؟ قالوا هذا تعليفة. أنا ما هزل لك. قلت عمي إحنا مأمورين بهداية الناس، وهذا في سبيل هداية الناس إلى الأخلاق الطيبة، وما فيها إلا الروايات والآيات والقصص والأمثال. قال لا أتسلفت من هذا. لا يناسبنا هذا الشيء، هذا التعليف لا يناسبنا، وهذا المنبر لا يناسبنا، وهذا المسجد لا يناسبنا، وهذه الحسينية لا تناسبنا، وهذه المنطقة لا تناسبنا، وهذا كذا لا يناسبني. هذا هو بقينا. نحن بحاجة إلى إعمال سلاح التعقل، وهذا هو السلاح الذي نتمكن بسببه أن نعيد الإسلام والولاء إلى كل الدنيا مو بعض الدنيا. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.